جدا هو ودانا لقصه المبررات. هو انا كاعلام قناه او قناه النادي الاهلي لما اجي اتكلم واقول ان انا عندي مشكله مع التحكيم واخطاء تحكيميه واضحه جدا للجميع وحضراتكم اتكلمتوا فيها الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبل اللي فات اتكلمتوا فيها وقلتوا كذا وكذا، هل ده يعتبر مبرر لا قدر الله لخساره الدوري؟ احنا لسه قدامنا ماتشين نظريا، لسه قدامنا ماتشين، لا طبعا. هل ده بيعتبر مبرر لخساره الدوري؟ لا طبعا، هو مش مبرر. انت اديني حقي وبعدين حاسبني، يعني اديني حقي وبعدين انتقدني. بس للاسف احنا دلوقتي عايشين في عالم شلونج وعالم سوفسطائي، عالم ترديد، انك تفضل تصدر معلومات 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 يا كابتن، بحيث ان انت من كتر الاصرار على ترديدها تحاول توصلها تحولها الى حقائق. عايز توصلها لحقيقي وخلاص. احنا بنتكلم في مسلمات يا كابتن، الدوري والكاس المحليين دول طبيعي جدا لاي حد بيوصلوك لفين. الفوز بيهم بيوصلك للبطوله القاريه، يبقى طبيعي ايه البطوله القاريه اللي انت بتنافس اقوى 30 او 35 او 24 فريق افريقيا. ده شيء مش محتاج ان احنا نتكلم فيه، بس جدليه الحاله والسفسطائيه اللي احنا فيها والاصرار على ترديد اكاذيب اكاذيب بشكل رهيب لحد ما توصل عند الناس لمرحله الناس تصدقها. انت عايز الناس تصدقها. خرجت من دوري ابطال افريقيا السنه اللي عدت، الاهلي تاهل مع كايزر تشيفز. طب كايزر تشيفز طلع مين؟ طلع مين قبله؟ ارجع الوداد، وقبل الوداد مين؟ لا هو مش معترف. فشاف كايزر تشيفز ده انت كسبت 3-0، طب ليه ما تقولش ان الاهلي قوي؟ فتحولت بطوله دوري ابطال كانت اضعف والدوري بقى اقوى عشان انت الدوري بقيت قريب منه. تمام، هو طبيعي طبيعي ان الفرص ضالت، لكن الاهلي ما بيسوقش مباريات. الاهلي بيقول لك اديني حق، كلمني عن الحق، قول لي انا عايز عداله تحكيميه زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الانترو. الاوبشن هم للاسف طبعا يعني واخدين جايبين الباقه، واخدين مكالمات بس وسايبين الانترنت، مش جايبين الباقه كلها بتاعه تقنيه الفيديو. فالاهلي عايز العداله التحكيميه وبعدين انتقدوا على المستوى. في اخطاء كابتن سعد الحفيظ اعترف بيها، في حاجات الاهلي هيشتغل على علاجها الموسم اللي جاي، والاهلي اعترف بيها قبل ما اي حد يعترف بيها. بس اديله حقه التحكيمي، هو بيتكلم على حقوقه على شيء واضح. امبارح الكابتن احمد كشري كان في احد المداخلات قال لك ايه؟ قال لك الاهلي له هدف واضح وصريح، الطبيعي ان الحكم اللي تغاضى عن الهدف في مباراه طلائع الجيش بيقف يتصور دقيقتين او ثلاث دقائق في الموقف ده، خد 15 ثانيه وخلص. وقال لك انا خايف من التحكيم في المباراه اللي جايه. طيب ده مدرب فير، انت اللي اتهمته بالمناسبه وضغطت عليه نفسيا واتهمته عشان هو كان لاعب للنادي الاهلي، قلت ان هو ممكن يسيب. بالمناسبه برضه جزئيه التفويت اللي انا مش عايز اوصل ليها دلوقتي، بس خلينا في جزئيه حاجه اتكلمت فيها. الاهلي ما بيتكلمش عن مبررات، بيقول لك اديني حقي وانا عارف اخطائي، انا كنادي الاهلي عارف اخطائي، هتحرك فيها وهصوبها الموسم اللي جاي. تمام.